معنا مكالمة، خليني أخذ مكالمة من الأخت. الأخت نهال، أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. سلام ونعمة يا حضرة القسيس نزار، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب طيبين بالفالنتاين الإلهي. آمين. وحضرتك قلت حاجات جميلة جدا وفرحت جدا بكلمات الأخت مريم، الرب يباركها ومبروك عليها الخلاص. بس عايزة أضيف كم حاجة صغيرة في نقط بسيطة وسريعة. أول نقطة، إنه أعظم حب في الوجود هو حب الله للبشرية كلها، وأنا بقول البشرية كلها يعني الله ما عندوش تفرقة بين إنسان وإنسان حسب دينه، مش بيحب المسيحي بس ولا المسلم بس ولا اليهودي بس ولا البوذي، لا بيحبنا كلنا سواسية. ومش كده وبس، ده حبه ليا أنا كامرأة exactly the same، بنفس القدر قد حبه للرجل. فما فيش في المسيحية عندنا أن الرجال قومون على النساء، لأن الاثنين واحد في نظر الله. تاني نقطة، إخواتنا المسلمين عندهم 99 اسم لله، ما فيهمش الاسم ده أنه الله محبة، لكن إحنا في المسيحية بنقول أن الله محبة، والمحبة بتشمل كل الصفات. تالت نقطة، كتير بنسمع في الأفلام والمسرحيات جملة بحبك موت، زي ما الخطيب بيقول لخطيبته أو الزوج لزوجته، لكن عمرنا ما شفنا حد نفذ هذه الجملة، أن يكون حبه لدرجة الموت. الوحيد اللي قالها وعملها هو الرب يسوع المسيح فقط لكل المجد، لما أحبنا بذل نفسه لأجلنا ووضع حياته حتى الموت. ويا بخت بقى اللي هيصدق هذه الحقيقة، لأنه هو ده الضمان للحياة الأبدية، أني أصدق أنه أحبني ومات من أجلي على الصليب ودفع ثمن خطاياي بنفسه. رابع نقطة وآخر نقطة، اوعى تصدق يا أخويا المشاهد أنك لازم تنظف نفسك علشان تيجيله وتقبل حبه المقدم ليك، لأ تعالاله وهو هينظفك وهيصنع منك إنسانا جديدا. وآخر حاجة أختم بيها كلامي هو تعليقي على الجملة اللي حضرتك قلتها يا حضرة القسيس، إنه الله صنع لكل آدم حواء واحدة، يعني تعدد الزوجات ليس من نظام الله ولا مبادئه، ولا ينفع حتى زواج المثليين ذكر بذكر وأنثى بأنثى، ده مش من تعليم المسيحية يا جماعة. واللي بيفعل كده ده مسيحي بالاسم في البطاقة الشخصية فقط. ونصيحة مني بقى لإخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا، يا أخويا المسلم لو عايز تعرف حاجة عن المسيحية من فضلك من فضلك أبوس إيديك ورجليك، روح ابحث في الكتاب المقدس وروح للمسيحيين واسألهم، وأوعى تاخد معلوماتك من المواقع الإسلامية. والرب يبارك. ربنا يباركك أخت نهال، شكرا جزيلا.